صحيح أن هنالك إنجازات كبيرة، هذا مؤكد. وجودنا هنا اليوم هو إنجاز. العقبة بحد ذاتها القابعة في أعماق الصحراء بين البحر وبين الجبال هي إنجاز بحد ذاتها، ولكن صحيح الإنجازات كبيرة، ولكن بحجم الإنجاز كان هنالك خلل. هذا الخلل تبين لنا حين دخلنا مجلس النواب أنه ليس خللا في التطبيق وحسب، وهنا الخطورة، هنالك خلل كبير في التشريعات، أنا أصفه بخراب تشريعي، بمعنى أن هنالك مأسسة للخطأ ومأسسة للفساد ومأسسة للتجاوز على المال العام وللتجاوز على سلطة الشعب الذي هو مصدر السلطات. هذه المأسسة مع الأسف الشديد من خلال القوانين ومن خلال النظم ومن خلال التعليمات. وأبرز مثال على ذلك الخلل قانون سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة. لقد أمضيت أياما أنا